كثير من الطلاب يمكن بيحتاروا اليوم شو الاختيار، اي فرع ممكن يدخلوا عليه، شو الاختصاص اللي لازم فعليا الفرع كان علمي ولا ادبي. احيانا الاختيار بيكون من قبل الاهل وهي مشكله اخرى. قديش ممكن اليوم فعليا فينا نساعد الطلاب لفعليا يختاروا الاختيار المناسب لهم، الفرع المناسب لهم؟ لانه فعليا في كثير ناس دخلت اختصاصات ما كملت فيها لانه هي ما بتحس حالها منتميه الى او بتحبها. تماما، وهذا اللي بدنا نحكي عنه نور اليوم. الاختصاص الاكاديمي هو مو بس انه انا عم بختص بشهاده معينه باختصاص معين، لا، هذا الاختصاص بده يغير مسار حياتك بالمستقبل، بده يرسم انت شو ممكن تشتغل بعدين. لهيك انا بختار الشيء اللي انا فعلا بيناسبني وميولي، حتى لو كان مو اعلى علامات، يعني حتى لو انا جايب علامات اعلى مو هذا هو المعيار، المهم انه انا يكون ناجح ومبدع فيه. وخصوصا بفترة الحرب شفنا نحن بحاجة لكثير من الاختصاصات اللي الناس كانت تعتبرها أنه هي مانا مهمة، ولكن للأسف هي طلعت أهم بكثير من الاختصاصات اللي الناس متعودة أنه هي تدفش أولادها مثل ما بيقولوا لتروح عليها. خلينا نعرف طبعا مفترق الطرق والاختيار الصعب بين رغبات الأهل وبين احتياجات الواقع وبين أنت ماذا تريد. كل هذا رح نتعرف عليه مع ضيفنا لليوم، طبعا اختصاصي بيئة التنمية البشرية الأستاذ محمد سليم الكسم. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك، صباحكم احتراماتي، مقدمة رائعة جدا، الله يعطيكم ألف عافية. يسعد صباحك. عم نحكي موضوع يمكن كلياتنا مرقنا فيه وما زال الطلاب عم يمرقوا فيه بشكل مستمر، هو اختيار الفرع المناسب أو الاختصاص المناسب بناء على أنت شو بتحب أو رغبة الأهل. يعني في كثير يعني هلأ فعليا مع نتائج البكالوريا في ناس كثير بسمع مثلا والله مجموعة حرام لازم يسجل طب، يعني حرام هذا المجموع يروح على الفاضي، يعني ما راح يروح على الفاضي. في ناس حرام تسجل طب أصلا، حرام يعني هي عملية صح. تبادلية. في ناس بتلاقي بتسجل فعليا بناء على رغبة الأهل وبتلاقيها منا حابة هيدا الاختصاص 100%. فخلينا نحكي قديش مهم اليوم نختار الاختصاص أو الفرع اللي بنحبه أكاديميا لفعليا أقدر أنا حس حالي عم حقق شيء. يعني بعد 12 سنة دراسة بالمدرسة اليوم قديش فيني اختار الفرع اللي بيناسبني؟ خلينا نحكي تجربتنا. خلال 7 سنين احنا شكلنا فريق من 2016، طبعا شفنا هي المشكله كثير اساسيه. انا من خلال جولتي، انا بدرب بكل الجامعات تقريبا دمشق، فشكلنا فريق من كل الجامعات. طبعا كانت المشكله انه التعريف عن تخصصات جامعيه كان يكون محاضرات، فانا لا اعرف تخصصي اللي بدي اياه، فبدي استنى تقريبا 16 ساعه او 18 ساعه احضر كثير محاضرات. فعملنا فكره كثير لذيذه انه احنا جبنا كل التخصصات جمعناهم بمكان واحد وعملنا اوبن داي. بيفوت الطالب بيلاقي 47 طاوله فيها 47 تخصص جامعي، نعم، وراها طلاب موجودين بيشرحوا له للطالب مثل ما حضرتكم حكيتوا، مو بس بيشرحوا له قديش شو علاماته وشو التخصص وشو المهارات المطلوبه، لا، بيشرحوا له شو التخصصات الفرعيه اللي بقلب التخصص، المجالات اللي حيشتغل فيها بعدين، المنح المتاحه، اذا ضليت بالبلد شو ممكن تشتغل هون اعمال حره، شو ممكن تشتغل اعمال حكوميه، شو ممكن تشتغل اذا سافرت انت، شو المنح المتاحه او شو الفرص المتاحه لك، بحيث انه الطالب يبني تصور كامل عن هذا الموضوع. طبعا كان كثير الوضع لذيذ. الحلو انه نحن بلشنا شوي شوي يجينا اهل، فيجينا اهل المشكله تفضلتوا فيها حضراتكم، صار يجي الاهل مع الطالب يسمع عن الفرع، والاحلى انه احيانا الاهل بيستلموا الحكي فبيسالوا على الافرع، هنن بيسالوا شو ممكن يطالع هذا. طبعا مو بس بيحكوا عن موضوع الماده، عن المكان الاجتماعي، بيحكوا عن موضوع الراحه. هي الفكره الاساسيه على بساطتها، نعم، نحن معتمدين مو المحاضرات التلقينيه، طبعا معتمدين نحن الشيء التفاعلي، لما طالب بيعرف طالب ممكن يشرح له بشكل اقوى وشكل افضل عن شو هو بيهمه. فاللذيذ جدا انه نحن ممكن يجاوبوه قبل ما يسال لانه هو بيعرفوا احتياجهم. والحلو كثير طبعا انه في كثير ناس بتلاقي مسكرين العلامه مثل ما بيقولوا، يعني بيطلع لهم طب بشري وطحشه، ومع ذلك بتلاقي يعني هلا انا قاعد مع شاب كنت من يومين مسكر العلامه، تمام، مسكر العلامه، عبد المجيد شو بدك تفوت؟ قال لي استاذ ما بعرف. هذا انسان رائع جدا. طبعا هذا مو شخص، هي منظومة أهل ومنظومة تربية ومنظومة مجتمع، لأنه نحن بنعرف إذا سكر علامة خلص مبروك أهلين صرت دكتور، حد حضراتكم باركتوا لبعض إنه إن شاء الله بنشوفه دكتور، لا، ما بدي إن شاء الله نشوفه دكتور، إن شاء الله بنشوفه الإرنة اللي هو بيحلم فيها، الإرنة اللي هو بيحبها، لأنه سبحان الله لما أنا باخذ إرنة بس على علامة وبس لأنه المجتمع هيك بده، مثل ما تفضلتي تماما، حيفوت، حيقدم، رح ينجح، بس ما حيأبدع.
ما حيكون عنده شغف. فكثير نحن يعني ما بنفرق احيانا، بنقول طالب موره ماشي وممتاز وعلاماته اولى، علاماته اولى، بس نحن بدنا شيء اكثر من العلامات الاولى. وهذا الشيء الحمد لله اللي عم نشوفه بجامعه دمشق. هلا كثير بتلاقي بالجامعات، طبعا الجامعات الخاصه والعامه، عم تلاقي طلاب حقيقه مبدعين موجودين بسوريا ضمن هالظروف كلها. المعارض اللي عم نحضرها لما بتشوفي، بتشوفي اختراعات مذهله، بتشوفي طلاب انه هدول عن جد عنا، يعني هذا شيء عن جد عن جد شيء يفتخر وشيء يحترم. طبعا طالب البكالوريا متى ما فات بحس حاله ضايع، ضايع بكل شيء. فنحن عملنا له يعني مثل بيقولوا فقرات. اول فقره صار اساسي السوشيال ميديا، فنحن بنعمل على السوشيال ميديا 30 يوم، يعني هلا تقريبا نحن بعد 4-5 ايام بنبلش بننشر مقالات عن كل تخصص جامعي. التخصص الجامعي كاملا، تعريف كامل فيه على الفيسبوك، تمام؟ ومو بس هيك، بنحط الطلاب، بنعمل لهم يعني بنحط 3 أو 4 طلاب موجودين انه هدول بهذا التخصص، هن اللي كاتبين هذا المقال، حابب تسالهم شيء اسالهم بالتعليقات عشان تعرف تجربتهم. والحمد لله بهالست سنين، يعني بال7 سنين احلى شغله صارت انه 70% من متطوعينا هن مستفيدين، يعني فاتوا عندنا بكالوريات وخلصوا. في مين منهم اشتغل بسوق العمل؟ يعني مثلا بالصيدله نحن بنجيب صيدلانيه عم تشتغل، كانت معنا بكالوريا وتخرجت صيدله وعم تشتغل بسوق العمل. بنحاول نجيب حدا ثالثه او رابعه، هذا خبير بالفرع مثل ما بيقولوا، وبناخذ حدا سنه ثانيه هذا شغوف لسه بالفرع. بنحاول اهم شغله ما نسوق للفرع، ما نحسنه، ما نجمله وما نسوقه. يعني في كثير من الناس بيكون كرهان فرعه، متضايق منه، فممكن ينزل من قيمته. في حدا كثير حابب فرعه بصير بيسوق له الفرع انه تعال لعنا. لا، عطوا الطالب بدون اي يعني بدون اي راي شخصي، خليه هو يختار حقيقه. صرنا نضيف لهذا الموضوع بعد سنتين، صرنا نضيف انه نحن في شيء اسمه الحياه الجامعيه، في فرق تطوعيه الحمد لله عبت البلد، الشباب حركه الجامعيه حركه رهيبه جدا. تقريبا بكل تخصص جامعي في فريقين وثلاثه واربعه، شيء محاضرات وشيء خدمه مجتمعيه. صرنا نعرف الطلاب لما يفوتوا وين هن هذا، يعني شو في فرق جامعيه، تمام، بحيث انه انتم تفوتوا على الفرق الجامعيه تعرفوا الحياه الجامعيه. صرنا نعمل لهم محاضرات عن، طبعا في اكثر من جامعه تعاونت معنا مشكورين. بعد البكالوريا يلي اختاروا هذا الفرق يروحوا على الجامعه يشوفوا المختبرات، يشوفوا يعني هون مثلا كليه الطب الدكتوره آلاء الشيخ الله يعطيها العافيه كانت شايبه الحزب الثانيه، جبنا الطلاب فتلناهم، طلاب بكالوريا سبهات وجامعه، طبعا طلعوا لهم طب او طلعوا لهم صيدله، فشافوا المخابر، شافوا المحاضرات، شافوا الجو كيف بيصير، شافوا كيف البيئه. طبعا كان لنا كثير شركاء، جمعيه التميز الله يعطيها العافيه، اكثر من 25 شريك بهالست سنين، يعني مشان ما نذكر حدا وننسى حدا. اللذيذ كان جدا انه الطالب يخبرنا هو شو كان بده وشو بعدين طلع. يعني انا بتذكر اختين توم، تمام، فاتوا لعنا، وحده اختارت ميكانيك وحده اختارت طب اسنان. مع انه الاختين توم والجايبين علامات متقاربه، تمام، طبعا التنتين ابدعوا والتنتين ما شاء الله حولهم، وكثير قصص نجاح. هي قصص النجاح نحن الحمد لله يعني بنحاول دائما نراعيها. بنحاول بعد ما يفوت على الجامعه نكون معه يعني ارشاد او نتابع معه بحيث انه شو بدك شو بصير معك. طبعا حتى السنه الماضيه سوينا ابلكيشن، يعني ابلكيشن بفوت الطالب بيلاقي المجمعات كلها، بيكبس المجمع اللي بده اياه، بيختار الكليه اللي بده اياها، بيعرف عن الكليه كلها، ممكن يكبس فبيروح على فيسبوك، تمام. طبعا يمكن لهلا ما قلنا شو اسم المشروع، اسمه يوني لينك، يعني يونيفرسيتي لينك، نحن فريق لينك، تمام، هو فريق من كل الجامعات شباب موجودين. ف المعرض طبعا تقريبا بيصير بين 1/9 و20/9، يعني قبل المفاضله بشوي لما بعد المفاضله بيصير في معارض. احنا بنحاول يعني مثل ما بيقولوا نروح للاراني، يعني السنه الماضيه سوينا 7 معارض، سوينا بالميدان مرتين، سوينا بدوما، سوينا بالجبه، سوينا بالبرامكه، فسوينا باكثر من مكان بحيث انه نحن شو نساوي نوصل عند الطالب. الطالب دائما بتلاقي بيسال مره وتنتين وثلاثه. اللطيف انه نحن يعني انا دربت الشباب الجامعيين انه جيب اغراضك، جيب فوت الطالب على جو التخصص. يعني طب الاسنان بيجيبوا اغراض طب الاسنان فبيفتحوا عياده بقلب المعرض. الطلاب مثلا الهندسه المدنيه بيجيبوا معهم عواميد وبيجيبوا تراب وبيجيبوا شمينتو بقلب على قلب الطاوله. فكثير مهم انه انا فوت الطالب على هذا الجو. الشيء اللي كثير بيهملوه الطلاب في ممكن نحن نحاول نضوي عليه مهارات معينه بتكون غافله عليها العالم. يعني مثلا انت بدك تفوت طب اسنان، انت بتعرف انه طب الاسنان بدها قوه هون لانه في دقه، بدها دقه، بدها قوه، فيها فن، فيها
طب الاسنان بالدفن، اي طب الاسنان كثير بالدفن. مثلا الموضوع الفلاني انت بدك تفوت ميكانيك، بتعرف شنو الميكانيك؟ فيه رسم، بتعرف شنو الميكانيك؟ فيه تمام، فيه خيال. هي المهارات اللي بيطلبها كل فرع بنحاول نحن كثير نضوي عليها. هذا كثير يعني بتلاقي سبحان الله ماله مضوي عليه بشكل اساسي. طبعا كثير مشاريع موجوده الكل عم يساوي هذا الشيء. طلاب البكالوريا السنه الماضيه في اكثر من 22 مشروع مخصص لطلاب البكالوريا، كان كل مشروع اروع من الثاني حقيقه. الكل بيقلنا يعني بفوت لعندك بار انه يا ريت كان هذا الحكي على زماننا، يا ريت كان هذا لك على دورنا. تمام، لما انا بفوت وبلاقي هذا الموضوع بتلاقي الطالب عم جايب اهله وجاي. تمام، الحلو انه بتلاقي بيحضر معنا معرض واثنين وثلاثه. ليش؟ والله ما سالت عن كل التخصصات، لانه عندنا 47 تخصص جامعي. طبعا عم نحكي جامعات خاصه وعامه، العدد فلكي، العدد كبير، تخصصاتنا مذهله حقيقه. الفرص المتاحه عن جد ما بيتخيل الواحد. في شيء لازم يتضوى عليه كثير، يعني مثلا كليه العلوم الصحيه اللي بلشت مؤخرا نتخرج عليها، انه بالله عندنا نحن نطق وعندنا علاج فيزيائي وعندنا كذا. تمام، بتلاقي العالم انه ما عنده فكره. ما عنده فكره، صحيح، ما عنده فكره. انا لما ممكن اذا دخلت كيمياء، انت فيك تختص كيمياء وفيك تكمل صيدلة، فانت ما عندهم فكره العالم شو ارتباطات الافرع ببعضها. فكثير حتى من الطلاب اللي جايبين علامات منخفضه ما عندهم فكره شو ممكن يفوت معهد مشان يكمل جامعه. صحيح، فنحن بنغطي فكره المعاهد، يعني نحاول نعمل معاهد، دائما طاولات للمعاهد كلها، بحيث انه الطالب ما يعني مثل بيقولوا يفوت ما يخطر له سؤال الا يلاقي اجابته. ويمكن هذا الشيء كثير مهم بهذا الوقت. نحن من اوائل يمكن البرامج اللي ضوينا على الفكره. نعم، من لما بلشت المبادره. نعم، من اكثر من 6 سنين. من اكثر من 6 سنين. نعم، حتى الان. فلما بنشوف مثل ما شفنا هلا حضرتك عم تحكي، كنا عم نشوف مقاطع. نعم، صور وبرومو للشباب والصبايا بالمعرض، وقد في هي الحالة التفاعلية اللي حضرتك حكيت عنها. دائما في جزء مهم كتير اللي هو دعم الأهل بأي شيء، 100% بإن كان بالدراسة. هلأ كنا عم نقول إنه اللي ابنه ما جاب علامة عالية أو ما نجح مو معناتها خلص نحن بدنا نحط له السكينة وانتهى، أنت فاشل وخلص اقعد على الزاوية. هذا الشيء هل هو موجود ضمن طبعا الكورسات اللي بتعملوها، ضمن هاي الورشات؟ قديه مهم كمان يكون في جزء للأهل خاص، إنه أنت كيف تدعم ابنك بالطريق الصحيح؟ نحن عنا ورشة كاملة للأهل. تمام، للأهل شلون تتعاملوا مع أولادكم. أول شغلة حتى اللي ما جاب علامات، في كثير طلاب بتفوت بتكون جايبة علامة برأيي إنه أنا جايب علامة على الحد أو علامة نجاح، شو بدي أعمل فيها؟ شو بدي أعمل فيها؟ تمام، المعاهد حقيقة أحيانا عم تكون للطالب أحسن من الجامعة. والمعهد سنتين وبتفوت على سوق العمل. تماما، يعني سنتين بتفوت على سوق العمل، والسنتين لما عم يكونوا سنتين، فالرهيب بالمعاهد وحقيقة معاهدنا شيء يفتخر حقيقة. بقول لأي حدا ينزل على المعاهد حيشوف يعني آلات وأدوات وطريقة تعليم تدريبية عن جد شيء مذهل. تمام، بسنتين بيطلع الطالب جاهز ليفوت لسوق العمل. يعني طالب المعهد الميكانيك جاهز يشتغل ميكانيك اكثر من طالب الجامعه الميكانيك. تمام، هذا الشيء طبعا يمكن مشهور جدا. طبعا دائما اي تخصصات تنقسم لشيء اكاديمي وشيء عملي، كل ما عليت العلامه فهو مؤهل يشتغل اكاديمي اكثر. كل ما عليت الشهاده، عفوا الشهاده لما نوطيت هو مؤهل يشتغل مهني اكثر. فمهنيا المعهد فرصته بالشغل اكثر من الجامعه. فانا بدي فوت مثلا بالتعويضات السنيه، فرصة التعويضات السنية يشتغل أكثر بكثير من فرصة طالب طب الأسنان. صحيح، كفرصة عمل. تمام، عم نحكي كسوق عمل. هذا الخلط بين الناس اللي إنه أنا ما جبت علامة. لو حتى الفكرة السائدة لما أقول شهادة عالية أو واطية، مين بيصنف؟ كلها شهادات أكاديمية. يعني تماماً، حتى لما أقول شهادة وطيت معهد، لا، كله يصنف ضمن الشهادة الأكاديمية، ضمن الاختصاصات. 100%. يعني هذا متعوب عليه بالشغل وهذا دارس. نعم، وهي كلها ياتي اختصاصات معترف عليها ضمن سوق العمل. بس خلينا نحكي عن نقطة كثير مهمة اليوم من خلال الورشات اللي عم تقوموا فيها. نعم، وذكرت بعض الأمثلة الجميلة خلال حديثك. الناس يعني لما بلشت معكم مع الورشات. نعم، والطلاب، خلينا نحكي عن بعض الأمثلة اللي فعليا قدرت تحدد مستقبلها من خلال الورشات. يعني ذكرت بعض الأمثلة انه في ناس ما كانت بتعرف شو الاختصاص اللي بيناسبها وبلشت معكم وكملت. نعم، لما لمستوا هيدا الشيء قديش فرق مع الطلاب ومع الاهالي؟ ما بتتخيلي السعاده لما حدا بيبعث لي استاذ انا، يعني انا مثلا طالبه الاعلام اللي هلا معنا حتكون بالاعلام. فعم تحاكيني فقالت لي استاذ انا ما كنت بعرف شو يعني اعلام.
انا فت اعلام من وراء يعني من وراء تعريفكم للاعلام ومن وراء الصبيه اللي كانت بالاعلام. ف انت ما بتتخيلي انا حطيت حدا مثل ما بيقولوا على مساره المهني. صحيح. طبعا كثير الرائع انه حتى الشباب المتطوعين اللي بيجوا لعندي كل سنه استاذ اكثر من حدا شفناه بالكليه يجي لعنا يسلم علينا يقول انا فتت على هذا الفرع لانه انتم شرحتوا لي اياه بشكل كثير حلو. والاهل كمان لانه الاهل عندهم نظره خلص يعني شهاده علميه علامه تامه فقط اختصاص الطب. عرفتوا الاهالي كمان هلا نحن لذيذ انه بتصور بالبرومو شفتوا في اكثر من الاهالي عم يجوا مع طلابهم لما بتكون اوبن داي فالاهل متاح يسالوا الاهل متاح يكونوا موجودين. طبعا عملنا ورشتين للاهالي تمام. الرائع بالاهالي انه هن حابين كثير ياخذوا ابنهم لافضل قرنه. فدائما الطالب لما بيكون توجهه مختلف عن توجه الاهل نصيحه لا تتصادم مع اهلك. قل لهم ليش؟ نحن بنحاول نقوي الطالب مع اهله مش نقويه بس انه لا ويعني في كثير من انه لا ولازم تدخل اللي بدك اياه، ما بيهم بس تدخل اللي بدك اياه، بيهم تعرف ليش بدك تدخله. فاذا انت بتعرف انا يا بابا انا ما انا بس انا ما بدي فوت طب لانه انا يعني السنه الماضيه كنا في خلاف، شاب جايب علامات الطب ما بده يفوت طب بده يفوت معلوماتيه، اهله راسه 60,000 سيف بده يفوت طب بشري، تمام؟ معروف القصه يعني انه تمام. فهو اجى قال لي استاذ انا هيك 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 والدي بدي تقعد مع والدي، قلت له انا ما حاستفاد شيء من القعده مع والدك، والدك ما حيستفاد شيء. قلت له بتجيبه وبتجي على المعرض. فبتاخذه على كليه الطب، بتاخذه على طاولته التحضيريه وبتاخذه على طاولات الاتمته والحواسيب. الوالد خلصنا قال له سجل الاتمته والحواسيب. ابوه عرف انه ابنه توجهه هذا المجال، حتى نحن بنعمل بالمعارض شغله في استبيان شهير عالمي اسمه هولاند. استبيان الميول. تمام تحديد ميول الطالب. صحيح. فبيعمل استبيان بنحاول يعمل الاستبيان فبيعرف شو ميوله ميول المهنيه. طبعا الاستبيانات الشخصيه هلا بالبكالوريا كثير بتكون الاستبيانات الشخصيه ليست بالضروره حرفيه 100% وانما هي مؤشرات كنصائح. صحيح. كنصائح. وبالنهايه الطالب سواء كان معك شهاده او ما كان معك شهاده يعني حطت في كثير طلاب بيكون هو حقيقه مواهبه ومهاراته لا تصلح للدراسه وانما بسوق العمل هو انسان رائع ومبدع اكثر من حدا شفناه بالبكالوريا رسب ماشي وبعدين فتح مشروعه الخاص وابدع فيه تمام وحتى مجتمعيا هو يحترم بشكل كثير كبير انه هو تمام فما لنهايه العالم ابدا انه انا مثلا ما جبت علامات. طبعا نحن بنسعى كلياتنا لانه نحسن وضعنا افضل طريقه طبعاً. ممكنه فنحن بنحاول دائما نضوي على هدول الاشياء كلهم بحيث انه الطالب مرحبا السلام عليكم جبت علامه ايه ما بيأثر. شغله كثير مهمه اسئله دائما تجينا بالمعرض كثير طلاب بيجيونا بده يشوف شو بده يشوف شو بيطلع له وبده يقرر يعيد السنه او لا. فهون نحن من دائما بننصحه انه شوف وسجل وكانك ما بدك تعيد البكالوريا وحضار لانه في فتره منيحه جيده بين يعني بين ما تبلش بالحره وبين تمام وفوت وحضار حضار معهدك حضار كليتك حضار جامعتك تمام. لو الفرع انت برايك انه مو هذا فرعي مو هذا تمام مثل ما بيقولوا الحب بيجي بعد ما تفوت بعد ما تمارس. فكثير من الطلاب يبطل يعيد البكالوريا تمام. لما انت بالجامعه ما عجبك الفرع لقيت حالك ايه اوكي ساعتها اوقف دوامك اعمل القصه وبعدين قدم بكالوريا بس لا تروحوا على حالكم الشهاده تمام. كثير مهم هذا الموضوع كثير مهم انا اوسع خياراتي. في قانون اسمه الجيد عدو الافضل كثير منا بيقول هذا الفرع انا عجبني عجبك هذا الفرع اتركه على جنب انزل عرف عن باقي الافرع يمكن في فرع احلى بكثير من الفرع اللي انت حاطه ببالك لانه معظمنا خياراته للفرع هي خيارات ضيقه جدا. انا بحب خالي اللي كان ياخذنا سيارين فخالي بيشتغل مهندس عماره فبدي فوت هندسه عماره. انت يا حبيبي ما بتحب هندسه العماره، انت بتحب المشاوير اللي كان ياخذك خالك عليها. كثير فرقوا بهي النقطه، فرقوا بين الحب وبين الحاله المهنيه، انت بدك تفوت حاله مهنيه ما بدك تحب اشخاص. كثير بنربط نحن التخصص الجامعي بالاشخاص اللي بنحبهم. انا عمتي صيدلانيه كانت كثير بتلاقي بالعائله مثلا اربع محامين تماماً. ست صيادله العائلات هيك بتلاقي العائلات بشكل عام المهنه تتوارى. طبعا هو ماله شيء صحي جدا يعني حتى اذا كانت العائله دائما في القاعده الشهيره القاعده رفق رغبه وفرصه وقدره. فانا رغبتي الشخصيه ايه حلوه بس في شيء اسمه الفرصه. الفرصه هو كل ما كانت العائله بمهنه معينه فانت فرصتك اعلى بسوق العمل. فاللي عيلته اعلاميين ممكن يشتغل اعلامي اكثر، اللي عيلته محامين ممكن يشتغل محامي اكثر. وشيء صحي جدا يعني الناس كثير تنتقد انه والله كل العيله اطباء، كل العيله اطباء وين المشكله؟ كثير جميل هذا الكلام، بالعكس اقوى واحسن.
طيب قبل ما نختم حديثنا اليوم خلينا نحكي شوي كمان عن المهارات الشخصية اللي يجب تنميتها عند طالب البكالوريا اللي بده يدخل على الجامعة، كمان المتطلبات المتخصصة والمختلفة اللي عم نشوفها حاليا. هلأ ما عادت الأفرع مثل ما كانت سابقا، فمثل ما قلت حضرتك لازم يعرف هل هو مؤهل لكل هذا الفرع اللي بده يفوته بكل شيء أو لا. 100% كتير مهم يعرف التفاصيل للفرع، لأنه كل كلية فيها اختصاصات بالثالثة، تمام؟ هاي التخصصات كتير مهم يعرفها من هلأ، تمام؟ عشان ما يتفاجأ بعدين يقول ما كنت عامل بحسابي هيك. إنه أنت يا حبيبي فايت عمارة، العمارة مو بس رسم، بتعرف إنه العمارة الله يعينهم ما بيناموا لما بدهم يسجلوا. أنت بدك تفوت طب أسنان، أنت بتعرف إنك تجيب مرضى وتشتغل عليهم وعندك دم وشغل وقيم وخط. أنت بدك تفوت محاماة، بتعرف إن أنت كمحاماة وقفتك على رجليك فترة طويلة جداً وعندك تدريب. ففي هي التفاصيل الصغيرة، المهارات الشخصية أو خليني أقول القدرات، لهذا اللي كنا عم نقوله رغبة وفرصة وقدرة. القدرة كتير مهمة، تعرف قدراتك لهذا الفرع قبل ما تفوته، ما بس أنا حبيته، ما بس أنا عجبني، أنا عندي قدرة عليه ولا ما عندي قدرة عليه. إذا اجتمعوا هدول الثلاثة، رغبة وفرصة وقدرة، بيطلع شغلة كتير حلوة. كتير مهم تعرفوا اليوم، واللي كتير فيه عندك قدرة تجرب. النصيحة اليوم طالب البكالوريا، أنت حطيت ثلاث أفرع ببالك، حاول تنزل تنغمس بسوق العمل فيهم. تتخيل حالك بعد 20 سنة، أنا بدي فوت معهد هندسي، طيب روح على مكتب هندسي وشوفهم شو بيساوي. أنت بدك تفوت ميكانيك، روح على مكتب ميكانيك او روح على حوش بلاس ونزل في مهندسين ميكانيك كثير، شوفهم شو بيساوي شو بيشتغلوا. والله طلع بالميكانيك في شحم وزيت و... يا حبيبي ايه في شحم وزيت وفي شغل في... فاذا ما كان عنده تصور انه هو مسار مهني صحيح. اذا الناس تعاملت مع الموضوع على انه بس حياه جامعيه، حيكون بصراحه الاختيار جدا صعب. جدا مربك، جدا مربك. لا تتعاملوا مع اختيار البكالوريا انه اختيار حياه جامعيه، لا هو اختيار المسار المهني. واي شيء طلع لك، يعني كثير بيقولوا انه مثلا الميكانيك ما بيناسب البنت، مين قال لك الميكانيك ما بيناسب البنت؟ بالميكانيك في شيء اسمه رسم، في شيء اسمه دراسات، في شيء اسمه تدريس. والله انا كصبيه ما بيناسبني هندسه اليات ثقيله، مين قال لك ما بيناسبك هندسه اليات ثقيله؟ بيشتغلوا كل شيء هلا تماما. البنات موجودين، يعني صبايا كليه الهمك ابداعهم رهيب، ابداعهم رهيب. ليش؟ بتلاقي والله شاغلين شغلات قال انه لانه الفرع على اساس ما بيقبل له وعنده قدره الا الذكور. لا مو صح، بقلب الفرع نفسه في شيء هيك وفي شيء هيك. والله فنون جميله ما بيناسب الشاب، مين قال لك؟ النحت بده شباب صحيح. يعني فكل فرع بيناسب الكل، ما في فرع جيد وفرع سيء. في بقلب الفرع شلون انت حسب مهاراتك الشخصية ممكن تفوت بتفاصيله وتفريعاته صحيح. وان شاء الله الكل بيلاقي، يعني بيصير يقولوا الشيء اللي هو بيتمنى أكيد. فيه وبيحلم فيه. وبالنهاية الموضوع توفيق توفيق توفيق، يعني لا تزعل شو ما طلع لك، لا تزعل اللي بي... هذا هي القصة توفيق أكيد. وكله ميسر اللي ما خلق أكيد فلعك. يعني انت بتعمل اللي عليك والأخير يمكن بالنتيجة بتحصد 100%. هو عملك، ويمكن المبادرة هدفها كتير نبيل. قديش مهم اليوم اطلاع الطلاب على اختيارات ضمن إمكانياتهم، شو اللي هن بيناسب هاي الإمكانيات بعيدا عن شو بيحبوا الأهل، وبعيدا حتى عن العلامات شو بتأهلهم. نشكرك بالختام، شكرا كتير. شكرا لكم، تحياتي تحياتي. شكرا لك ولكل المعلومات اللي قدمتها. يسعد صباحكم، احترامي.